دبابيس فراخ وحبة روزميري فريش وزبادي وبابريكا، وهنحتاج حاجة اللي احنا عملناها دلوقت من التتبيلة دي او من السيزنينج ده اللي احنا عملناه دي، اسمها تتبيلة الروزميري او ملح الروزميري، هقول لكم عليه بعد شوية ونشوف احنا هنعمله بالظبط ازاي. وهنحتاج حبة فلفل اسود، ده كل اللي احنا هنحتاج له في الوصفة بتاعتنا دي. نقدر ان احنا نسويها على الفرن سوري في الفرن، او نقدر نسويها كمان في الطاسة وندخلها بعد كده الفرن، يعني زي ما انتوا عايزين تقدروا تشتغلوا فيها براحتكم خالص. هي الوصفة النهاردة سهلة وظريفة، واليوم النهاردة كمان سهل وظريف. محتاج بس من حضراتكم ان احنا نتكلم في نقطة تاني مهمة قوي، في موضوع الهيجين او قصة النظافة، او مش هسميه هيجين، هسميه الهيجين هو داخل فيه هيجين وداخل فيه حاجة تانية اللي هي مخاطر الاكل والحاجات دي كلها. لو سمحتوا لما تيجوا تشتغلوا في فراخ، الفراخ بالاخص، الفراخ بالاخص، خليكم حريصين جدا جدا، لانه اول حاجة المهم في الموضوع انكم لما تيجوا تشتغلوا فيها يفضل قوي انكم ما تخلوش الفراخ تنقط اي نقطة مية من الحاجات اللي فيها تكون جنب حاجة خلاص هتتاكل مثلا، يعني دايما الحاجات اللي زي كده احنا بنحاول بقدر الامكان نخليها في حتة لوحدها، يعني في مكان لوحدها، لانها نية والبكتيريا بتاعت الفراخ صعب شوية ان احنا نعالجها، مش حاجة سهلة، فلازم اخد بالي من النقطة دي، دي نقطة مهمة قوي. انا دلوقتي عملت غلطة معينة وهقول لكم انا عملتها ليه، وقصدت ان انا اعمل ده، وبرضه نطلع منها بدرس. لما اجي اشتغل فراخ، انا دلوقتي اول حاجة مسكت الفراخ وحطيتها في الطبق. كان ينفع جدا ان انا في الاول اجهز التتبيلة بتاعتي في الطبق، وبعد كده امسك اخر حاجة ايه؟ امسك اخر حاجة الفراخ، علشان ما يبقاش عندي مشكلة في ان انا اتعامل مع باقي الحاجات الموجودة معايا. لو هستخدم بلانشا وهستخدم مثلا حاجة تانية يبقى بالنسبة لي سهل اتعامل فيها. دي نقط مهمة جدا جدا لازم تاخدوا بالكم منها علشان صحتنا وصحة ولادنا في البيت. فطبعا الجلافز ده كده خلاص ضاع، فهغيره او اشيله، او ممكن محتاجلوش دلوقتي لغاية برضو ما اخلص اللي انا هعمله. الفراخ من ضمن الحاجات اللي فيها مشاكل كتير جدا في البكتيريا اللي فيها، مش سهلة انها تكون بتعالج بسهولة او نتخلص منها بسهولة، الا اذا يعني دخلناها في نار او حراره عاليه علشان نقدر ان احنا نقتل البكتيريا الموجوده فيها. هاخد هنا عندي معلقتين صغيرين من الملح اللي هو ملح الروزميري اللي احنا عملناه من شويه، تمام، وهاخد عندي كمان البابريكا معلقتين ثلاثه صغيرين زي كده مثلا، وهبدا احط الزبادي وليكن برضو معلقتين ثلاثة صغيرين اهم، او معلقتين كبار ما يجراش حاجة خالص، بسيطة جدا. وهجيب عندي هنا بلانش او كاتنج بورد، وهجيب سكينة، ونبدأ ان احنا ناخد لنا فصين ثلاثة توم حلوين برضو، حاجة كده اللي هي ايه، الحاجات الفريش غير الدرايد، يعني الحاجات اللي هي الناشفة مش بتكون اطعم حاجة في موضوع التتبيل. عايز ارجع تاني برضو قصة الفراخ من فضل حضراتكم، علشان انا الموضوع ده بيهمني قوي، بيعمل لي هس كده ببساطه قوي. لما تكونوا شغالين بالفراخ، يمكن انا ما استصغتهاش كويس الاول فهقولها لكم مره تاني عشان كده، يعني لما تكونوا شغالين باي لحوم نيه، خاصه الفراخ، خاصه الفراخ، ما تحطوش جنبها اي حاجه خلاص هتتاكل، تمام، اي حاجه هتتاكل ما ينفعش تحط جنب لحوم نيه، ودي بنسميها السبريت او الفصل، ان احنا بنفصل انواع الاكل عن بعضها. ليه؟ علشان اكون في امان كامل من الناحيه الصحيه، ودي مهمه قوي قوي، تمام كده. يعني انا بستخدم مثلا بلانشا دلوقتي زي اللي قدامكم دي، انا ممكن اقطع عليها كل الخضار، واخر حاجه لو انا مش عايز اغسل واخد وقت والحاجات دي كلها اقطع عليها اللحمه النيه، ما عنديش مشكله. طبعا لو احنا ما عندناش البلانشات اللي هي في البيت زي مثلا البلانشات اللي هي الحمراء اللحوم النيه، ومش عارف البلانشات الخضراء مش عارف ليه، والصفراء مش عارف ليه، والكلام ده كله. فلو انا عندي خشبه او سوري بلانشه زي اللي معايا دي يعني تقدروا تستخدموها، يعني اول بيربسز للحاجات كلها براحتكم خالص يعني، فتقدروا تعملوا الفكره اللي انا بقول لكم عليها، قصه ان احنا نعمل الخضار بتاعنا الاول، وفي الاخر خالص ممكن نضيف البتاع ده، نقطع عليها سوري اللحوم النيه بتاعتنا، ده الافضل والاحسن، وكمان عشان يوفر لنا شويه وقت، دي كل القصه، تمام كده. فاضل لي اخر حاجه حبه فلفل اسود خفيفه، اخدها وبعد كده ابدا اتبل
الفراخ بتاعتي، او بمعنى اصح اقلبها. هاخد حبه هنا مثلا وليكن نص معلقه صغيره كده او معلقه صغيره، وناخد بقى كل الحاجات بتاعتنا دي ونبدا نعمل فيها ايه، نعمل لها المارينيشن بتاعها. المارينيشن اللي هو النقع، في فرق بين النقع والتتبيل وحاجات كتير قوي احنا مش عارف قلناها في حلقه افتكر قبل كده. ادي كده الفراخ بتاعتي اولموست جاهزه انها تدخل معانا على الفرن على طول. تتبيله هايله وعظيمه جدا جدا، وعايز اقول لكم هتفحفح لكم البيت فحفحه محترمه. اقدر احط الفراخ دي في طاجن، او اقدر احطها مثلا في الطاسه زي ما احنا قلنا وادخلها على النار شويه، وبعد كده ادخلها على الفرن تكمل التسويه بتاعتها. بصوا انا بحاول ادخل صباعي جوه اللحمه نفسها علشان اقدر ان انا اتبلها تتبيله كويسه، وايدي كمان تطلع فوق بالشكل ده او تتحط هنا بالشكل ده كده علشان اتبل تحت الجلد اكتر. لو حبيتوا انكم تسيبوها كمان نص ساعه ولا حاجه زي كده تتنقع، ده هيكون افضل، وده المعنى الادق للمارينيشن او اللي هو النقع. النقع دايما بيكون فيه حاجات ليكويد بالشكل ده سايله، اقدر اخلي الفراخ منقوع فيها شويه كويسين بحيث انها تاخد من التتبيله وتتشرف فيها وتبقى حلوه جدا جدا. هدخلها دلوقتي على في طاجن عندي او في اي حاجه موجوده عندي اقدر استخدمها فيها، وليكن حاجه بايركس زي ده كده اهو، وهاخدها على الفرن على طول. انا مش محتاج احط تحتها اي حاجه اطلاقا، هي هتدخل معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ممكن بس اديها سنه زيت خفيفه من فوق والموضوع انتهى. خلاويص ما تقلقوش منها خالص انها تحصل لها اي حاجه في الفرن، الموضوع بسيط قوي، وهي هتنزل جوس منها فهيظبط لي الدنيا. خلاويص كده هدخلها الفرن، وخلاص الدجاج الى الفرن، حطينا بس عليه حبه زيت خفيفه كده من فوق ودخلناه الفرن على طول. لو حضراتكم حابين زي ما انتم عايزين، يعني عايزين تحطوا مثلا تحتيه اي بصل اي خضار انتم عايزينه، ولو حابين برضو تحطوا معاه اي شويه خضار سوتيه جزر والكلام ده كله ينفع يشتغل، يبقى حلو جدا معاكم وتطلعوه كمان معاه مفيش مشكله خالص. طيب احنا هنعمل دلوقتي حاجه انا سميته ملح الروزماري او روزماري سولت، ده بتحتفظوا بيه في البيوت. يعني بصوا اهو احنا عملنا شويه اللي انا ضربتهم في الاول خالص، ده كل ما الملح بيقعد كل ما بياخد النكهه اللي موجوده في الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي، بيبقى طعمه حلو قوي. وتقدروا مثلا لو انتوا حابين اهي مثبتها اهو اتفضل. طيب فالملح ده يبقى حلو جدا مع حاجات كثيره جدا، لو عندكم سمك وعايزين ترشوا عليه من فوق، فراخ مشويه يبقى عظمه جدا، شويه سلطات يبقى هايل على السلطه حلو جدا، يشتغل معاكم في حاجات كتير قوي قوي، يعني شغال مع كله، يعني هو عيشوا حياتكم فيه. طيب تعالوا نقول ايه اللي احنا هنستخدمه، كمان ايه الفكره بتاعت الملح ده. الملح بتاعنا احنا محتاجين له حاجات بسيطه قوي زي الملح طبعا، وهنحتاج روزماري فريش، وهنحتاج ليمون، هنحتاج القشر بتاع الليمون، لو عندكم الليمون اللي هو الاداريا شغال، الليمون البلدي شغال زي ما انتم عايزين، بس يفضل الليمون البلدي افضل علشان الليمون البلدي الزيست بتاعه اقوى او النكهه بتاعت القشر نفسها اقوى. وهنحتاج كام فص توم حلوين زي اللي انتم شايفينهم دول. تعالوا نشوف هنعملها ازاي و نحكي عنها سيكه بسيطه، واقول لكم كمان على نقطه حلوه هتعجبكم وهتبسطكم في الموضوع ده. نجيب الكاتنج بورد بتاعتنا ونجيب اي صاج عندنا شغال. ماشي ماشي، انا عندي هنا صاجين، يعني كويس ان احنا ممكن نشرح عليهم حاجه لحضراتكم. انا بحب الحاجات دي قوي بصراحه، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه، انا بالنسبه لي المطبخ هو معرفه اكتر، يعني اكون عارف الحاجات فهو ده يساعدني قوي. انا النهارده هعمل يعني هدرايد الحاجات دي او هدخلها الفرن هجففها هدرايد I gonna dry it. اوكي. فلو انا عايز ادخل حاجه اجففها في الفرن دي مش هتنفع قوي معايا، يعني دي مش هتكون افضل حاجه لانه الحافات بتاعتها عاليه جدا، فهتسمح انه الحراره بتاعتي هتكون في الاطراف هنا في السنتر هنا اكتر، وده ممكن ما يجفش معايا للدرجه اللي هي او في نفس التوقيت. فدايما استخدموا الحاجات للحاجات المظبوطه بتاعتها، يعني انا هجفف حاجه فادخلها على ده افضل، فهسمح للحراره انها تمر على كل الموجود بطريقه مظبوطه. فدي الفكره، يعني هي جت قدامي دلوقتي فقلت ايه، قلت ابلغكم بالموضوع. طيب اول حاجه هعملها هاخد عندي شويه قشر ليمون، قشر حلوين كده زي ما انتم شايفين اهو،
تمام الكلام. انا مش هعمل كتير بس عشان ايه؟ علشان الوقت. تمام. وهاخد عندي حبة روزماري. احنا طبعا هنجففهم، بس من فضلكم ما تاخدوش الحاجات اللي تحت، لانه السيقان اللي تحت دي بتبقى خشنة وناشفة قوي. فهاخد عندي بس الورق اللي هنا اللي في الاطراف اهو زي ما هو، خلاص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام الكلام. اهو دول حلوين قوي قوي وزي الفل، وهيبقوا تراي وكويسين. حتى لو انا مثلا عملتهم وضربتهم بعد كده في المطحنه هتبقى الدنيا تمام وزي الفل و10 على 10. خلاويص هستكفى بدول، مش عايز اكتر من كده. وهاخد كام فص توم من ده زي ما هو، انا مش محتاج برضو اني اكسر فيه اي حاجه، بس ممكن مثلا اقطعه سلايس كده خفيف بالشكل ده، 3 4 فصوص 5 فصوص برضو الموضوع شغال وزي الفل. هعمله كأنه فليكس كده او شرايح تشيبس كده خفيفة على قد ما اقدر، علشان برضو يدخل معانا النار ويجف على قد ما احنا زي ما احنا عايزين. يعني فصين تاني اهم كده تبقى الدنيا عندي تمام التمام. التتبيله دي زي ما قلت لكم، او الملح ده ينفع تستخدموه في اكتر من حاجه على السمك، شغال حلو جدا جدا لانه فيه ليمون وفيه توم، ودي بتبقى حاجه لطيفه جدا مع الاسماك، تبقى الدنيا عظمه قوي. وكمان نقدر نستخدمه على الحاجات المشاوي تبقى عظمه جدا جدا، مش هيقول لنا لا. وعلى كمان السلطات، بعض انواع السلطات بتاخد الحاجات دي بتبقى حلوه قوي معاها. خلاويص كده هجيب الصاج عندي وهقلب دول كلهم في بعضهم بالشكل ده، وهاجي واخدهم هنا على الصاج وانزل بيهم هنا على طول علشان ندخلهم على الفرن يتجففوا معايا. محتاج اجففهم، بس التجفيف اللي انا هعمله لهم هيكون على درجة حرارة هادية بحيث ان انا عايز انشف، فدي مهمة بالنسبة لي جدا. ده كده جاهزين معايا، يدخلوا الفرن بس ينشفوا، وبعد كده يطلعوا. اول ما يطلعوا هنشوف هنعمل فيهم ايه مع بعضينا. خليكم معايا ثواني بس ادخلهم الفرن، ونبص كمان بص على الفراخ بتاعتنا ونشوف الدنيا اخبارها ايه. طيب يا جماعه الفرن بتاعنا حرارته هاديه علشان نظبط البتاع. الفراخ ابتدت تظبط معانا حلو قوي، لسه قدامها شويه كمان هنسيبها في الفرن تكمل تسويه، وكمان نكمل التجفيف بتاع الحاجات اللي احنا حطيناها، ونشوفهم مع بعض كمان سيكا بالظبط. خليكم معايا. اوكي يا جماعه نطلع الحاجات دي واروح اقفل الفرن واسمعكم صوت الطشطشه بتاعت الفراخ. بص خلاص الفراخ كده تعتبر عظمه اهي زي الفل. ماشي ماشي ثبتنا ايدينا، اتفضلي يلا بينا. قدامها دقيقة بالظبط بالكتير قوي تكون اتظبطت وبقت ان شاء الله فل الفل يعني. طيب نروح بعد كده نشوف اخر حاجة هنعملها في الحاجات اللي هي الملح، الملح الروزميري بتاعنا. انا هاخد كل الحاجات دي في الكبة هطحنها، او لو عندكم مطحنة توابل شغال الاتنين هيشتغلوا معاكم مش هيقولوا لا. خلاص كده هتفحفح البيت كله، هتخلي البيت كله زي الفل بتاع سخن. بس انا باخد من الفينجر تيبس كده بتاعتنا، نمسك دي هنا بقى كده. ايدي متعودة على الحاجات السخنة شويتين. هحط الملح معاهم هنا وهضرب كل ده مع بعضيه بقى، كوبايه ملح تقريبا على الحاجات دي هتظبط لنا الدنيا وتخلي معانا شويه ملح حلوين قوي. ده كده الاخر، الاخر بتاعنا اللي احنا هنعمله كده خلصنا تماما. بيرفيتو بيرفيتو سينيوري، حطوه في نفس
يا سلام، اللون بتاعهم نازل جميل وحلو قوي. الالوان اللي نازله الاصفر مع الروزماري مع الملح والحاجات دي كلها، النكهه بتاعت الحاجات دي كلها هتطلع معاكم في الملح نفسه. لما تيجوا تعملوه هتلاقوا الملح نفسه واخد النكهه دي، هيبقى حلو جدا وريحته اصلا باينه من الكبه تحفه. تمام يا جماعه، نحط دي هنا كده ونروح نطلع الفراخ بتاعتنا سريعا سريعا عشان نقدم الفراخ ونشوف اخبارها ايه. وهي هي الفراخ، ثانية واحدة، مش محتاجة أي حاجة بصراحة خالص، هي شكلها لوحده يفتح النفس. ممكن بس أعمل حاجة بسيطة، أخد حبة من الحاجات ال بص هي ما لزقتش أحسن الناس تفكر إنها تلزق ولا حاجة، أهي أنا بحركها عادي جدا جدا، مفيش ولا حاجة لازقة فيها، يمكن بس الطرف ده هو اللي لازق في البتاع ولا الهواء، كله شغال وزي الفل. هاخد من الحاجات اللي تحت دي والمع بيها الفراخ بتاعتنا اللي فوق عشان لما نقدمها بس تتقدم بشكلها شيك. وانا شايف ان الفراخ دي بصراحه مش محتاجه يتعمل فيها اي جارنش ولا اي كلام من ده كله ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، هي لوحدها حكايه، صوره جميله وشكلها اخر ظرافه ولذاذه. لما هو بالشكل ده في حلقات اخف من كده يا جماعه؟ مفيش حاجه اعتقد اخف من كده خالص. ادي الفراخ بتاعتنا اللي اتعملت، تقدروا تعملوها زي ما احنا قلنا باي قطعه من الفراخ، مش مشكله الدبوس، ممكن تقطعوا الفراخ عامه كلها وتعملوها، ممكن كمان تعملوها بالدبيس زي ما تحبوا براحتكم خالص، ممكن كمان تعملوها بصدور الفراخ اللي هي صدور الفراخ الفلي السليمه على بعض مش المتقطعه شرايح. شويه الملح دول عايز اقول لكم في المطبخ بتاعكم هيعمل معاكم فرق كبير جدا. على بطاطس هيبقى شغال حلو قوي، لان زيت الليمون مع الروزماري مع الثوم بيعمل فرق حلو جدا جدا في طعم الحاجات، مع الاسماك مع الفراخ مع كل اللي انتوا عايزينه هيعمل معاكم فرق هايل. جربوه وشوفوه، وجربوا الفراخ دي هتفحفح لكم البيت، الريحه بتاعتها لوحدها زي الفل.